السلام الله عليكم، تحياتي. الآلام الحادة اللي بتحصل في المنطقة الصدرية من العمود الفقري اللي هي بنسميها بالعامية الوثاب أو الأبهر، طبعا ما له علاقة في الشريان الأبهر اللي الشريان الرئيسي اللي بخرج من القلب. الأبهر أو الوثاب اللي هو عقد موجودة في العضلات اللي تحت اللوح الكتف من الخلف، اللي هذه العضلات عميقة ومتصلة في فقرات العمود الفقري المنطقة الصدرية. هاي المنطقة منطقة حساسة، احنا بنعرف الفقرات الصدرية بتكون شكلها على شكل انحناء يعني للخارج بشكل بسيط، وهذه الفقرات الصدرية بيخرج منها الأضلاع، طبعا أضلاع القفص الصدري عن اليمين وعن الشمال، عشان هيك العضلات كتير هون، والحركة تاعت المنطقة الصدرية حتى لو كان في عندنا تشنجات أو يعني تمزق في العضلات هذه صعب إنها تبني لأنه حركة مستمرة. هلا الخطة العلاجية لعلاج هيك آلام اللي هي بتكون خلف الكتف وعميقة، يعني لما أحط إيدي وأحط إيدي لورا في هاي الحالة بقدر أدخل على العضلات هذه شوية وأضغط عليها وأعملها المساج بالوضعية، وانا حاطط كتفي لورا اذا بدي اوصل للعضلات هذه واحط ايدي واصابعي تحت عظمه الكتف. طبعا كاي عضلات تانية او مشاكل التايجر بوينت او اللي هي التشنجات اللي بتحصل داخل الانسجه اللي موجوده في العضلات، طبعا احنا بنعرف انه العضلات انسجه، وهي الانسجه مع الانقباضات والانبساطات بتتحرك، بس لما يكون في عندي عقده في هذه الانسجه في هاي الحالة الحركة بتكون مؤلمة، أي حركة للكتف، أي حركة للرقبة، أي حركة تنفس، الآلام هذه ممكن تكون موضعية على في القفص الصدري في المنطقة الصدرية من وراء، ممكن تكون الآلام هذه تيجي على المنطقة الصدرية، يعني يا المنطقة اليمين يا المنطقة الشمال، وزي ما حكينا صعوبتها إنها كما حركات التنفس دائمة فبتظلها تثير الآلام هذه. العلاج أول مرحلة في العلاج بدنا نحمي المنطقة هذه، يعني بدنا نحط كمادات مياه ساخنة، أفضل شيء نحط كمادات مياه ساخنة مع الملح ومع الخل على فوطة ونحطها على المنطقة الصدرية لمدة ربع ساعة، نعمل عملية إحماء. بعد عملية الإحماء بدنا نستخدم مساج بزيوت، أفضل زيوت يعني ممكن نستخدمها، ممكن نستخدم زيت الكركم لمادة الكركمين، ملعقتين ثلاثة من الكركم المطحون، بنضيف عليه ملعقة من الفلفل الحار، الفلفل الأسود أو الفلفل الأسمر، بنضيف عليه ملعقتين ثلاثة من الخل، بنضيف عليه بعدين زيت زيتون، نكمل المسحوق هذا وبنخلطه. طبعا ما تهملوا هم انه يوسخ وكركم، هذا بعد ما ينعمل المساج بنمسح في البشكير هذا اللي استخدمته في وضعه في المياه على الظهر بشكل بسيط. وفي هاي الحالة انا باخذ من هالزيوت هذه وبوضعها، بخلي واحد يوضع لي اياها على المنطقة الصدرية ويعمل لي مساج يدعك العضلات هذه بشكل متواصل لمدة 10 دقائق ربع ساعة، اللي أعمل عملية ترطيب للمنطقة هذه. إذا فيش حدا عندي في هاي الحالة أنا في إيدي في نفسي إذا بقدر بصير أعمل حركات بسيطة في هالزيوت هذه على المنطقة الصدرية. خلصت من موضوع المساج، هلا بيجي عملية التمارين. عشان نبسطها عليكم في اعملوا وضعيات معينة، هاي الوضعيات بدها تعتمد أول شيء أول وضعية عساس ترجعوا القفص الصدري والمنطقة الصدري والعمود الفقري لوضعه الطبيعي، فبدنا ننام على ظهرنا شوي شوي ونحاول نعمل الحركات هاي ونظلنا في الوضعية هذه دقيقة دقيقتين. طبعا هتشعروا شوية دوخة خضران في راسكم، هذه مش مشكلة، بتثبتوا بتاخذوا شهيق وزفير مع رفع الإيدين بالطريقة هاي اللي هي تحريك الكتف، هذا بيرخي العضلات المتشنجي بشكل كويس وبرجع العمود الفقري لوضعه الطبيعي في المنطقة الصدرية. عم عملية الانحناء للخلف، إعادة تقويم الفقرات بالوضعية الصحيحة.
هاي الوضعية بظل فيها خمس دقائق مرتين ثلاثة في اليوم بسويها. اللي هي حركة حتساعد على التنفس وحتزيد الساعة التنفسية وحتريحكم من ناحية النفس، وهي تمارين تنفسية. هاي بسيطة بنعملها، مش مشكلة، بنعملها شوي شوي قد ما نقدر. هلا الوضعيات الثانية انا ممكن استخدم مدامني على الارض وعلى الفرش بالطريقة هاي. انا باجي بعمل الوضعية هذه وبقعد في الوضعية هذه ابو دقيقتين ثلاثة. في هاي الحالة انا بشد العمود الفقري من الجهة السفلية وبعمل زي ستريتش على العضلات هذه، برد بعيد الوضعية كمان خمس دقائق عشر دقائق ربع ساعة، بحط المساند على الجهة الثانية وبعمل في الوضعية هذه وبقعد في الوضعية هاي، يعني منه قاعد ومنه قاعد بعمل تمارين وإطالة للمنطقة الخلفية من العمود الفقري على حساب المنطقة الثانية. ساعتها بلين العمود الفقري وبزيد الحركات هذه. خلصت من هاي الثلاث وضعيات. في هالحالة ممكن اعمل بعض التمارين البسيطة، تمارين بسيطة. اسهل شيء استخدم العصاي واحطها بين كتافي بالطريقة هاي واعمل عملية انحناء للخلف وانا اشد، يعني هذا المفصل مفصل الكوع حيشد في الاتجاه الثاني وانا حثني راسي شوي شوي لحد الالم وبوقف وبرد ارجع بعيد هاي الحركة عشر مرات. برد بخلي العصاي بالطريقة هاي وبعمل عملية انحناء على اليمين وانحناء على الشمال على اليمين. اذا حسيت في الم بوقف، بضلني ثابت في الوضعية وبرد برجع بغير الوضعية للاتجاه الثاني. لازم احرك العمود الفقري، ما حركته التشنجات هاي بتظلها موجودة. خلصت من هذا التمرين على الجنب، في هالحالة بقى احني راسي وكتفي للاتجاه اليمين للاتجاه الشمال للاتجاه اليمين للاتجاه الشمال. بعدين بمسك نفس العصاي بحطها على الكتف اللي ارخي عضلات الكتف وبعمل عملية على اليمين على الشمال على اليمين على الشمال ولورا، نفس الوضعية ونفس العملية. بحمل العصاي بالطريقة هاي وبصير اعمل التمرين هذا، برفع ايدي بالطريقة هاي شوي 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 بخليها للاعلى وبعدين بنزل شوي شوي من خلف الكتف قد ما اقدر قد ما اقدر اللي اعمل عملية تحريك تا اوصلها لتحت في المنطقة هذا وارد ارفع وارد انزل بالطريقة هاي. سهلة سهلة. بعدين ارفع العصاي واعمل عملية على اليمين على الشمال على الجانب اليمين على الشمال. بديش عصاي لانه بس ما بينفع معكم الا العصاي، يعني هاي العصاي كويسه بتريح، يعني بتعمل اهتزازات وحركات مريحه. بستخدم الباب بستخدمه كعمليه زياده في عمليه الاسترتش للمنطقه الصدريه اللي اشعر انه اللوح قاعد برجع لوضعه الطبيعي. يعني اذا بدنا نفرجيكم من هاي الجهه انا بعمل الحركات لورا وبعيد الحركات هاي لحد ما اشعر استرتش في المنطقه الاماميه. في هاي الحاله بوقف وبرد برجع وبعيدها وبعدين بغير الزاويه، يعني مره بعملها عشر مرات بالزاويه هاي، مره برفع ايدي لفوق اللي غير العضلات وغير الزاوية وبعملها بالطريقة هاي وبوقف خمس ثواني وبرد برجع. بنزل ايدي لتحت نفس المبدأ اللي حرك عضلات تانية، خمس ثواني وبرجع. اذا عندي طابة او شيء ممكن احط الطابة على الواجهة بالطريقة هذه او شيء هيك صلب متدحرج، وفي الحالة بحطها بين اكتافي وبصير اعمل الحركات هذه منه واعمل مساج وضغوطات ومنه قاعد بلين المنطقة هذه وانا رافع راسي. بعدين تمرين رئيسي ممكن تسووه اللي هو بدكم تحطوا اجريكم بالطريقة هاي وترفعوا راسكم وشوي شوي تحاولوا تنزلوا شوي شوي وانتوا رافعين راسكم وتطلعوا.
وتطلعوا لفوق. هذا عشان نتعود على القام الصح، لأنه القام الصح هي أساسية في علاج هذه الحالات. يعني أنا إيش ما سويت وظليتني حالي حاني حالي لقدام، في هاي الحالة ما في فعالية علاجية، يعني التشنج حيظل والألام حظل. فأنا لازم أرفع راسي لفوق في هالتمارين هذه، وبعدين حركات المشي لما نمشي ونتحرك نحاول نرفع راسنا ونعمل هذه الحركات ونزيح ايدينا بالطريقة هذه، اللي نحرك الأكتاف، نلين العضلات هذه، نحرك المنطقة الصدرية سواء على للأمام أو للخلف أو على الجانب يمين شمال، ونستغل قوة الدفع اللي موجودة في الإيدين لعملية التحريك. بس أظلني محاول رافع راسي لفوق اللي أتعود على هاي الوضعية الصح. بدي أنسى موضوع الحنية هاي، لأن هاي الحنية هي أساس المصايب. طبعا التمارين الثانية اللي بدها تساعدكم، بتناموا على الأرض، اعملوا الحركة هاي وخليكم في الوضعية هذه وانتوا رافعين راسكم قد ما تقدروا لورا، وبظلني رافع راسي بالطريقة هاي. بعدين بتناموا على الأرض نفس الشيء على ظهركم، وبترفعوا إجريكم وبتصيروا مرة على اليمين في إجريكم وتثبتوا في الوضعية هذه 5 ثواني 10 ثواني، وتردوا على الجهة الثانية نفس المبدأ 5 ثواني 10 ثواني. بعدين تمسكوا إجريكم شوية شوية وتشدوا قد ما تقدروا، وبعدين الإجر الثانية، بعدين أحط يدي لفوق وارفع ارفع ارفع وثبت 5 ثواني، وعيد هذا التمرين كمان 10 مرات 15 مرة. بعدين عملية الإقعاد على الأرض بالطريقة هذه، أحط يدي أعمل الحركات البسيطة هاي الاهتزازات، أرفع راسي لفوق مع شهيق ورد أرخي ورد أرفع راسي ورد أرخي وأنا قاعد. طبعا لأنه كل حياتنا قاعد الله وكيلكم، فبتستغل يعني أقل ما فيها الكرسي، أحط إيدي لورا هيك وأرخي أرخي أرخي وظل مثبت في الوضعية هذه 5 ثواني 10 ثواني، وأرد أرجع ورد تكرر هاي العملية 10 مرات. بعدين أرجع حالي لورا هيك على الكرسي فقط بالطريقة، ورد أرجع. بعدين إذا بدي صعب إني أرفع إيدي بالطريقة، بحط إيدي على على راسي من ورا بالطريقة وبحني بحني بحني لحد الألم وبوقف وبحني وبعيد العملية هذه أو التمرين هذا كمان 10 مرات 15 مرة على راحتي وأنا مرتاح وأنا جاي عبالي بسوي. بعدين بحط ايدي لورا بالطريقة هاي وبسحق وبرخي وبعملها وبكرر هاي العملية 10 مرات. بعدين بحط ايدي على الجنب على الكرسي، بس عملية رفع للكتف وتنزيل اللي اجبد العضلات هذه وحسن من قامتي ولين العضلات المتشنجة، واعمل تحريك للدورة الدموية بشكل صح في المنطقة العلوية. بعدين بوقف وانا واقف، هذا التمرين كمان مفيد كتير وكويس كتير ان نعيده قد ما نقدر، يعني نحن حالنا لورا قد ما نقدر بالطريقة هذه اللي نحرك العمود الفقري لورا، هذه الحركة المفقودة للأسف واللي فيها الخشونة لورا، اللي هي هتساعدنا في التنفس وفي حركات القفص الصدري كمان. يعني هاي بعض الإجراءات يعملوها يوميا شوي شوي حركوا، وهي الألام شوي شوي حتخف وحتروح. عمل الحجامة على المنطقة هذه ممكن يساعد، بس الحجامة بدكم تسووها سووها عند واحد متخصص يعرف كيف يسووا لكم الحجامة على المنطقة الصدرية، هذا حيخفف كتير كمان وحيساعد. وبنتمنى لكم الصحة والعافية. شكرا لكم الدكتور محمود الصوص، علاج طبيعي وتأكيد. سلامات.